مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. نعطي صبرا نأخذ أجرا والله يرانا. السلام عليكم، شعركم نتمنى إن شاء الله تكونوا كامل لباس. مرحبا بكم في فيديو جديد. رمضان مبارك، كل عام وانتم بخير. بالنسبة اللي دخلوا لينا جدد إن شاء الله تكونوا لباس، إن شاء الله يكون مغلبكمش. أنا بصراحة اليوم شوية عطشت، يعني مشي غلبني نعرفك شغل ما نتشق شوية قادرة ولا ونطحيني عطشانة عطشانة عطشانة. المهم إن شاء الله تكونوا لاباس. اليوم إن شاء الله حبيت نشارك معكم يومي، اليوم إن شاء الله حبيت نشارك معكم يومي رمضاني، كيفاش راح يفوت وش راح ندير وش راح نطيب. أول حاجة اللي نبدأ لكم بها البنات هي أني كما قلت لكم راح ندير هنا ديكور هكذا مدخل. المهم شريت هذه المراية كما راكم تشوفوا فيها، شريتها هنا في لاكولا، درتها في الذهبي. علاش جبتها زي هذا باش ما يبان لكم مليح ولا. المهم اللي كنت شريتهم معلقتهم هادو، المهم شريتها كيفهم قلت باش نكاسي شويه لاكولا وتخرج، يعني ما قدرتش نشريها بيضه ولا راس كل حيط ابيض وهي بيضه يولي ما يبان والو. المهم نفتحوها ونشوفها. جبت هكا تعطيني يعني كشكلا وتجي كي ديكور. كومانديتها اونلاين يعني وصلتني، ماشي خرجت شريتها، كومانديتها اونلاين وصلتني. تبان برك بلي صغيرة بصح هي كبيرة. شوفوا البنات شكل صحة كيفاش راح يجي. محمود هو اللي راح يجي ياكلها، يعني انا من 10 اكلها حبا. شوف بص في مكانها ايه، تحط مسمار باقيله وتحط فوق ايه. تحت الكاميرا شكون معانا ورا الكواليس ولهم صحه فطوركم صحه رمضانكم. طلع عليهم طلع عليهم طلع عليهم. شوف علقتها خلاص. ايوه علقتها، تعالي بص عليها. شوفوا الشكل تاعها كيفاش خرجت، هاي كيفاش دايره نوريها لكم هكذا. شوفوا كيفاه خرجت لي، تبان شغل صغيره عم بالك في الكاميرا، بصح هي والله كبيره تبان صغيره في الكاميرا. وهنا نبداو نقولوا بسم الله. كنت دخلت للكوزينه تاعي، اول حاجه درتها هي اني كان عندي جو، كنا يعني درناه في الليل. المهم مديت الاولاد باسكو راهي عندنا واحد السخانه البنات تفوت 40 درجه، نحب نعطي لهم هكذا الماء بزاف، نحب نعطي لهم الجو نقول يعني خاطر عندنا السخانه. رجعت نخاف من نهار يعني ولدت جوري كيما نشفت لي من الماء وليت نخاف. عطيت لهم يشربون، بعد وليت بديت الفطور تاعي كيما راكم تشوفوا. جبت الزيتون هنا راح ندير طاجين زيتون، بصح ماشي زيتون العادي، راح ندير طاجين زيتون ليبول هكا بالدجاج.
هنا جبت عندي نص صدر تاع الدجاج وحسب الكميه اللي تحتاجوها. بالك اني كنت صدرته معكم في فيديو من قبل، يعني والله مش فيت. انا هذه الوصفه البنات جبتها من عند ماما، يعني ملي كنت قبل الزواج كنا نديروها في دارنا. هنا جبت الزيتون تاعي، هو اصلا ماشي مالح بزاف. هنا كيما راكم تشوفوا خليت شويه في الباطه باش ندير به، قلت نزين به هكذا من فوق الخبز. حطيته شويه في الماء باش تروح له هكذاك شويه داك الملح. شوفوا بنتي وين راهي تحوس على الزيتون. عباكم يقول دائما تشوف في روحها. قول لهم اش راكم؟ عساكم محرم. قول لهم صح فطوركم. عساكم. ورمضان كريم. هاتي ولي امك دابا. قول لهم ورمضان كريم. رمضان كريم. هنا البنات حكمت هذاك الدجاج تاعي كيما راكم تشوفوا قطعته، وكان كونج لعباكم انا نجبد وهو يجبد. كيما راكم تشوفوا نقطعوا هكذا اطراف صغار، يعني ما رانيش راح نحتاجه ولا دوكا اصلا نولي نديرو في الربو ونرحيه. واش راني ترحيوه هكذا اطراف صغار باش تقدروا ترحيوه برك. هنا جبت هنا البنات جبت البوبيطه تاعي، كنت المره اللي فاتت قلت لكم بوبيطه كاين بزاف اللي قال لي وشني بوبيطه اللي هي المرميطه، يعني كل ولايه كيفاش حنا نقولوا بوبيطه، عليها تسمعوا مني كلمه بوبيطه. المهم نحاول يعني نبسط اي حاجه باش الكامل يعني نفهمه. كيما شفتوا حطيت فيها طرف تاع زبده وحطيت فيها طرف تاع دجاج وبصل وخليتها تتقلى لي شويه. هنا جبت الزيتون، يعني تكونوا اذا كان عندكم مالح بزاف تكونوا غليتوا، والله المهم تنحيوا له هذاك الملح شويه وتخلطوا له هذاك الدجاج اللي قطعناه. المهم هكذا وترحيوه. البنات كي ترحيوه ما ترحيوهش حتى يولي لازم عجينة خلاص خلاص، لا ترحيوه بصح شويه شويه. هنا البنات كيما راكم تشوفوا بعد ما رحيتون ولي نخلط له شويه تاع لي زيبيس، عندي شويه ثوم بودره وعندي شويه تاع فلفل اسود، عندي شويه تاع يعني هو مالح، تحبوا تزيدوا الملح اذا جاكم شي مالح بزاف، وعندي شويه تاع زنجبيل. وتخلطوا له البنات لا شابليغ باش يلم روحو شويه شويه برك، يعني ماشي بزاف بزاف، تخلطوا له غير شويه هكذا باش كي تمسوا العجينه تحسوا روحكم انكم قدرتوا تتحكموا فيها. هنا بعد ما كملنا نجيو نشكلوها على شكل كويرات. ها كيما راكم تشوفوا يشد روحو، خاطركم تزيدوا له شويه تاع لا شابليغ يجيكم كشغل يتحل منكم كشغل ما يتشكلش. ونكملهم كاملين. المهم البنات نشكركم بزاف على التعليقات تاعكم في اخر فيديو، يعني فيه الاواخر الفيديو الاخرين، شكرا شكرا بزاف لكم على الدعم تاعكم، والله قد ما نحكي وقد ما نشكركم ما نوفيكمش. عباكم اقسم بالله يعني راكم منسيني بزاف بزاف صورتو في هذه الايام. شوفوا تعليقاتكم تفرحني لدرجه ما تصوروهاش، يعني كلمه تكتبوا لي كلمه شوفوا هذيك الكلمه والله العظيم غنبقى شافي عليها وتبقى النهار كامل مطلعت لي المورال. سمحوا لي ما نقدرش نرد عليكم البنات كامل كامل، راكم تعرفوا صرتوا في رمضان تزيد شويه المسؤوليه، مع الطقيب مع الصلاه مع يعني ديما نصليو بصح في رمضان تزيد اكثر. هنا البنات بالنسبه لل اسمها للمرقة راح ندير انا مرقة بيضاء، حطيت بصل ثوم لي زيبيس وحطيت معاه هنا طرف دجاج يعني باش تتقلى وتجيني بنينة. هنا كيما راكم تشوفوا حطيتها تقلات شوية مع طرف تاع زبدة ونمرقها. وبعد ما تمرقوها البنات خليوها حتى تبدا تهز هذيك الغاليه تاعها تبدا تغلي شويه هكذا. وتحطوا لي بول تاعكم هذوك اللي درتوهم، والله يا البنات يعني يجي بزاف بزاف بنين، جربوه على بالي راح يعجبكم، والله يعني يجي بنين. حتى اهل زوجي يعني عجبهم. هنا كنت درت هذا المحلبي يعني درته شويه بكري حطيته باش يبرد، وهنا جيت ندير له هكذا ديكور خفيف برك. انا من عشاق المحلبي يعني نموت عليه.
وهنا البنات كان خمر لي الخبز تاعي، وهنا جيت باش نشكله. درت له هكذا حبات زيتون من الفوق، ورشيت عليه هكذا شويه تاع سينوج، ودانته طبعا بالبيض. انا هذا الخبز البنات يجيني من اسهل المخبوزات، وما يطولش باش يخمر، وثاني ما يطولش باش يطيب، يعني يجيني من اسهل. كي يكون ما عنديش الوقت هكذا، ولا نكون ماشي قادره، ولا ماشي ما عنديش الوقت باش نطيب، ولا ما عنديش مزاج باش نطيب، نديرو هذا. هو يعني من اسهل المخبوزات، حتى يعني الذوق تاعو يجي يهبل. يعني مش نقولكم كي يكون ما عنديش الوقت، لا تما راه فيت فيت، و ما يبانش كيف خبز ماشي، والله يجي رائع. هنا كيما راكم تشوفوا هذا هي الخبز تاعنا، شوفوا كيفاش جا الله يبارك محمر. وهنا كان هذا طاجين زيتون كيما راكم تشوفوا فيه البنات، والله العظيم بزاف يجي بنين. حطيت معاه شرائح تاع قارص، وانا كثرت له هكذا شويه تاع المرقة اللي راكم تشوفوا فيها، خاطر راجلي يحب المرقة. ثم حطيت طبسي تاع طاجين الحلو، طبسي شربة ليا على بالي ناكلها غير وحدي. وهبطنا يعني نفطروا عند اهل زوجي، يعني مازلنا نفطروا عندهم. بصراحه اللمه مليحه بزاف سورتو في رمضان. هنا حبيت نوريكم هكذا مقتطفات فقط من الطاويله اللي داروا هما بعد ما يعني كانوا ياكلوا، وانا راني نصور. داروا ورق عنب، كان فلفل محشي كما راكم تشوفوا، هذه الشربه تاعي. هنا كان روز لوبيا، وكان طبعا الدقله، وهذا الحميس. انا بالنسبه للشربه والحميس كانوا عندي، وطاجين الحلو يعني ما بغيتش نعود ندير باش ما يترماوليش. وهنا هذا الروز بالشعريه، وكان ورق العنب ثاني، وبزاف لما حتى ويكون ما كاش الاكل، هذيك هي اللمه. هذا مكان ان شاء الله يعجبكم الفيديو، نتلاقى ان شاء الله في الفيديو الجاي.